السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كثير منا يسمع عن الام كعب القدم كعب القدم او بعض الناس يعني مصطلح عليه المسمار القدم طيب شو هو مسمار القدم قبل كل شيء هو عباره عن التهاب في الرباط الاخمصي في القدم طيب شو اسباب هذا الالتهاب لحد الان للاسف الشديد غير معروفه وكلها نظريات يعني أه لم ترتقي الى مستوى السبب المباشر في هذه المشكله. طيب أه كيف بنعرفه احنا؟ غالبا أه هذه المشكله تحدث أه بعد النوم مباشره بيستيقظ الانسان، بده يقوم أه يمشي ويتحرك بيجد هناك صعوبه والم شديد جدا في كعب القدم او بكون جالس وبده ينهض ويمشي بلاقي صعوبه والم شديد جدا في القدم. طبعا هذه الالم كله على بعضه بنسميها التهاب الرباط الاخمصي للقدم، طبعا ممكن يكون في الكعب، ممكن يكون في وسط القدم وممكن يكون في مقدمه القدم تحت الاصبع الثاني. طيب اكتشفنا الحاله هذه وشفناها ايش؟ طبعا بالتأكيد الإنسان حيروح للطبيب حينصحه بنصائح التالية رقم واحد وأهم شيء قضية الحذاء العلاج التحفظي الحذاء يجب أن يكون طبي هذه رقم واحد رقم اثنين مهم جدا أن نعلم في الحذاء أنه قوس القدم يجب أنه يكون في هذا الحذاء معدن يعني صلب بحيث إيش يحمي الرباط من التقلص ومن ثم إيش يحمي من الألام اللي, اللي بيسببها تمام؟ بعد ذلك نيجي للعلاج الدوائي في علاجات معينه لكن كلها اللي هي ما يسمى بمضادات الالتهاب طبعا هنا لما بتكلم عن الالتهاب لا اتكلم عن التهاب النتن انما اتكلم عن الالتهاب النسيجي يعني عوامل الالتهاب دخلت الى نسيج معين او ك او موجوده في نسيج معين وتسبب الالم ايضا من العلاجات المهمة في الحالة هذه اللي هو العلاج الطبيعي، التركيز على العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي ليس تقوية عضلات وانما تمطيط للرباط الاخمصي القدمي. في بعض العلاجات الاخرى وكويسة وفعالة اللي هي قضية كمادات الثلج او يعني بنجيب زجاجة ماء مثلجة ثلج وبنضعها تحت القدم وبنحاول نمارس حاجتين عليها اللي هي عملية الأيس باكينج أو كمادات التلج وبالإضافة إلى تمطيط الرباط الأخمصي. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.